السلام عليكم بنات وشباب مصر ووطن عربي، معكم محمود السرنكاوي من قناة مفيد. والنهاردة في حلقتنا هقولكم على وصفة واحدة بس هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقة الأرتاب. مبدئيا كده انا مش هطول عليكم الفيديو خالص، بس احب اطمنكم ان انتوا يعني ان شاء الله في خلال 10 ايام هتبداوا تلاقوا او تلاحظوا نتيجه متغيره بشكل كبير جدا في منطقه الارتاب. عشان ان شاء الله في فيديو النهارده انا هقول لكم على وصفه كباره جدا هتساعد كل البنات وكل السيدات على تكبير وتسمين منطقه الارتاب في خلال 10 ايام. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي الوصفه دي. يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على المكونات تبع الوصفه اللي هتساعد على تكبير وتسمين منطقه الارتاب عند كل البنات وكل السيدات، انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده، بالاضافه انكم هتحطوا بقى جوه الطبق معلقتين كبار من زيت الزيتون، بالاضافه كمان الى معلقتين صغيرين من كريم مرطب، سواء بقى كان كريم نيفيا او كريم شونشون بتاع الاطفال. حلو قوي. المكونين دول هتعملهم مع بعض بشكل تقريبي في الطبق، وما تستخدموش الوصفه دي الا لما تلاقوا يعني المرطب لونه بقى مثلا ايه، بقلب على لونه بني شويه، لونه بقى زيتي كده، بقى متغير بسبب الزيت الزيتون. حلو قوي. وبرده من قبل ما تستخدموا الوصفه دي على منطقه الارتاب يا ريت تغسلوها يا اما بميه سخنه او بميه فاتره عشان تنشطوا وتحفزوا الدوره الدمويه فيها، وبعد كده تمسحوها باي فوطه او باي حته قماشه متاحه عندكم. وبعد كده بقى هتاخدوا حبه من الوصفه دي في اليد اليمين وحبه في اليد الشمال وتدهنوا بيها منطقه الارتاب بشكل تقريبي او بشكل عقارب الساعه لمده 5 أو 10 دقائق. وبرده هتسيبوا الوصفه دي على منطقه الارتاب لمده 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 ساعات، مفيش اي مشكله خالص. يعني كمان لو حبيتوا انكم تناموا وتصحوا تاني يوم تغسلوها يا اما بميه سخنه او بميه فتره، مفيش اي مشكله. واحب اطمنكم ان الوصفه دي ان شاء الله بعد اول 10 ايام هتخليكم تلاحظوا ان فعلا منطقه الارتاب عندكم بدات تكبر بشكل ملحوظ، لانها ساعدت كل البنات وكل السيدات اللي انا اعرفهم معرفه شخصيه. وانصحكم بقى انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى وصفه هتساعد كل البنات وكل السيدات على تكبير وتسمين منطقه الارتاب في خلال 10 ايام، انا اتمنى انكم تسمعوا كلامي وتنفسوا بالحرف الواحد. وبرده لو عايزين تعرفوا نصايح اكتر او تعليمات او اطعمه او اكلات بتساعد على تكبير منطقه الارتاب بجانب المشروب ده، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. فدلوقتي بقى لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. وطبعا مش هوصيكم انكم تعملوا اللايك الحلو وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. ويا ريت برضو تحاولوا على قد ما تقدروا انكم تشيروا الفيديو مع اكبر عدد ممكن مع كل السيدات والبنات اللي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش كمان. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي ومن قوه قلبي كمان على صبركم ودعمكم ليا. وبكده ما احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتعرفين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلقوا في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم باقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كل يوم. وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. بيس.